أطيب سندويشات. بتعرف ما في أطيب من السندويشات تبعي بالعالم؟ هذا الفيديو إلي مو هيك؟ لا هذا فيديو على النت. خلاص خيرية سكرته. لا هذا صوتي بلا شغله، خلينا نشوفه مع بعض. بولاند خيرية خلاص اسكتي، شو صار لك؟ ليش مصرة أنه تتبهدلي اليوم؟ بولاند شغل الفيديو لنشوفه. غريبة والله، هاي أول مرة منتفق مع بعض. شو القصة؟ إيجي خانم قولي لي. شغل لي إياه. إيه يلا شغله يلا. ماشي بس لا تقولي إنه ما نبهتك، أوعك تزعلي تمام؟ وليش بدي أزعل؟ بالعكس أنا فخورة بحالي كتير. عزبية وما عندي شيء أخسره، لهيك دخلت لأنقذها من النار فورا، وما همي أي شيء. بس هاي اللحظة بتخوفك. مرحبا يا شباب. شو القصة؟ شكرا ما حلو ليش؟ شو صار؟ كتير حبوني وأكيد عم يقولوا شو ظريفة هالبنت ودمي خفيف كمان. عن جد أنت مو معقولة بالمرة خيرية، ما حدا عم يشوفك ظريفة أو مهضومة، هدول شايفينك مسخرة وعم يضحكوا عليكي يا جدبة، وما فينا نقول إنه ما معهم حق لأنه نحن كمان ضحكنا عليكي لأنك مسخرة فعلا. لا بيلاقوني ظريفة وبحب المزح، مو هيك بولانتا؟ لا تدقي عليهم، هيك السوشيال ميديا شغلتهم ينتقدوا الناس. لهيك شو بدك فيهم؟ أعطيني السندويشة اللي أكل خيرية. قصدك تقول إنهم عم يتمسخروا علي؟ ها؟ عم يتمسخروا علي؟ مو معقولة، ما فهمت لهلأ. فهميني شو نمط الحياة اللي عايشتيها؟ يعني على الأغلب بحياته ما صار عندك رفيقة تنصحك وتفهمك، يعني ما في حدا قالك لا تعملي هيك ولا تتصرفي هيك. بس أنا رح أعمل معك معروف وقلك الحقيقة، أنتي شو ما عملتي بهالحياة وشو ما أنجزتي ما رح تقدري تكوني بطلة ولا رح تنحبي، ورح تضلي مضحكة للناس ومو من ورا ظهرك مثل ما عملنا نحنا عم يضحكوا عليكي بوشك. تعرفي عن جد ما بعرف مين اللي أقنعك إنه أنتي ممكن تكوني مهمة، ولا مين اللي عطاكي قيمة اجتماعية كبيرة. الحقيقة واضحة وضوح الشمس خيرية، أنتي مالك متعلمة، جاهلة ومالك مثقفة وما بتعرفي كيف تتصرفي مع الناس، هاي الحقيقة. وبرأيي لازم تتقبلي هذا الوضع ولا تطلبي بحياتك شيء أكتر من هيك. احمدي الله على وضعك. بولا أنا طالعة بدي كبل سبان خيرية.